يقول الكتاب المقدس: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. ولاحظ سلطان أولاد الله، اختبرنا المسيح فصار لنا الشرعية البنوية، أنه أصبحنا أبناء مش عبيد، مع أننا عبيد لله لكن صار عندنا العلاقة والشركة مع الله من خلال علاقة البنوية. وهذا مهم جدا أحبائي في المسيحية، أنه فعلا بالإيمان أصبحنا أبناء الله. والابن دائما بيفتخر ودائما بيشهد ودائما بيتكلم أيضا. وهكذا كل شخص المسيح تعامل معاه لابد أن يكون شاهد.